اهلا بحضرتك استاذ اهلا بكم. مصطفى. يعني بدايه بس عايزه اشير ان منظومه الفاتوره الالكترونيه اللي حضرتك اشرت ليه مرحله الالزام الاخيره منها اللي هي المرحله الثامنه دي منظومه من ضمن منظومات او مشروعات التحول الرقمي لمصلحه الضرائب، من اهم من مشروعات التحول الرقمي لمصلحه الضرائب، بدات تنفذها من اكثر من سنتين. وانطلقت المنظومه من 11 من شهر نوفمبر سنه 20، ودلوقتي أطلقنا المرحلة الأخيرة منها في زي ما حضرتك أشرت اللي هي نهايتها في 15 ديسمبر 22. منظومة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن تحويل الفواتير الورقية لفواتير إلكترونية. عايزة بس أوضح جزئية مهمة جدا، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية بتشمل جزئين من أنواع التعاملات، جزء تعاملات شركات لشركات بي تو بي، وجزء تعاملات شركات مع افراد اللي هو بي تو سي او بنسميها منظومه الايصال الالكتروني. منظومه الفاتوره الالكترونيه بتستهدف الممولين او بتلزم الممولين اللي بيتعاملوا كيانات مسجله في المصلحه او ممولين مسجلين في المصلحه بيتعاملوا مع ممولين اخرين مسجلين في المصلحه، بيبقى ملزم بالتسجيل على منظومه الفاتوره الالكترونيه ثم ارسال الفواتير الإلكترونية في صورة رقمية بالتوقيع الإلكتروني. الجزء الثاني من التعاملات اللي هو تعاملات ممول أو شركة أو ممول بمصلحة الضرائب مع مستهلك نهائي، ده الجزء الثاني ده منظومة الإيصال الإلكتروني، وده بدأناه إلزامي. أول مرحلة كانت تجريبية في 1/7 الماضي، وصدرت 3 مراحل. المرحلة الثانية كانت 1/10 ب 400 شركة، والمرحلة الثالثة في أول يناير 1 يناير القادم على 2000 شركة. وبنعتبر ال3 مراحل دول لسه في مرحلة نعتبرهم مراحل تجريبية لتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني اللي هي بتستهدف تعاملات الشركات مع المستهلكين. فإحنا كنا مهم قوي نوضح الجزئية دي عشان في لبس بين الاثنين. منظومة الإيصال الإلكتروني لسه قدامنا وقت في استراتيجية لنشرها على المجتمع الضريبي، ولسه دي إحنا شغالين فيها كمراحل تجريبية، ولسه قدامنا وقت لتطبيقها على كامل الفئة اللي هي بتتعامل مع مستهلك نهائي. ودي إحنا لسه شغالين في التوعية بيها وتعريف المجتمع الضريبي بيها اللي هي الإيصال الإلكتروني، اللي هي ما بتستلزمش كمان توقيع إلكتروني وليها حوكمة ومعايير مختلفة شوية عن معايير الفاتوره الالكترونيه. طيب استاذه رشا، ايه الفلسفه من ده؟ ايه الفلسفه وليه دلوقتي؟ نعم، الفلسفه ان في الموضوع احنا دلوقتي اتجاه الدوله كله للتعاملات الرقميه، والمشروعات القوميه كلها بتتجه للتحول الرقمي. فكان من ضمن المشروعات الهامه جدا ان انا احول الفواتير الورقيه المتداوله في صور مختلفه الى فواتير الكترونيه تصل لحظيا الى مصلحه الضرائب، عشان يبقى في حوكمه لحركه الفواتير الموجوده في المجتمع الضريبي. زائد ان انا من ناحيه تانية انا بعمل عداله ضريبيه عشان الاقتصاد الموازي اللي احنا عارفين كلنا ان هو بيمثل اكتر يمكن من 55% من الاقتصاد الرسمي. صحيح. اقتصاد موازي، ودايما احنا عندنا دلوقتي السياسه الضريبيه في مصر ان احنا ما بنتوسعش في سعر الضريبه، او احنا بنتوسع افقيا مش بزود في سعر الضريبه، ودي دلوقتي النهج بتاع الدوله، وبالتالي انا عايزه ادخل الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي. كان من اهم المشروعات اللي هتساعدني في ده مشروع الفاتوره الالكترونيه والايصال الالكتروني، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا بيسر على المجتمع الضريبي ان اجراءات زي اجراءات الفحص، كان الممول عشان يفحص في حجم فواتير كبير والمأمور ينتقل ليه ويشوف عينة من الفواتير، ده كان بياخد جهد من الممولين وجهد من المصلحة كبير. دلوقتي بقت الفواتير عندي لحظيا، فهسهل إجراءات الفحص الضريبي، هسهل إجراءات استيفاءات الضريبية للفواتير عن لدى الممولين، لأنها خلاص بقت موجودة عندي بالتوقيع الإلكتروني في المصلحة لحظيا، وبالتالي أنا مش محتاجة أعمل استيفاءات عند الممولين. بقت خلاص كمان فواتيره وتعاملاته وإيراداته كلها بقت موجودة ومثبتة بالفواتير والإيصالات، وبالتالي خلاص بقت مفيش اللجوء للتقدير. أنا كل تعاملاته بقت دقيقة بمستندات موثقة بتوقيع إلكتروني لها الحجية القانونية، فأنا بعتد بيها كمصلحة ضرائب مصرية. مزايا كثير من المزايا، رد الضريبة والإعفاء الضريبي هتبقى إجراءاته أبسط بكتير،
اثبات التكاليف والمصروفات اللي كان دايما بيبقى فيه ديبيت بين المصلحه والممولين في ان اعتد بالمستندات بتاعته بالتكاليف والمصروفات بتاعته، لان دلوقتي بقت التكاليف والمصروفات هتبقى مثبته بفواتير الكترونيه، وبالتالي خلاص انا هعتد بيها في اثباتها. فهي ليها مزايا كتير جدا جدا، وده في ظل التحول الرقمي للدوله كلها مش لوزاره الماليه ومصلحه الضرائب. نعم. طيب في ردود افعال عديده وبتقول يعني اولا في سرعه في التنفيذ، الناس مش هتلحق، وفي جهل بتفاصيل كثيره اللي حضرتك بتقوليها دي، يعني في ناس مش عارفه ايه الموضوع وازاي ويعمل ايه، وخصوصا اصحاب المحلات والناس البسيطه الموجودين. تمام. هو طبعا بس ردا على ان الوقت قصير، لا احنا المنظومه دي بادئينها تجريبي كمان، يمكن انا اشرت بان سنتين وشويه صحيح. الزامي تجريبي قبلها كانت في شهر 6 سنه 2020. احنا بنعمل ندوات مستمره ورش عمل، بنعمل لقاءات مع الممولين ومع الانشطه وبنشرح ده، ولحد دلوقتي مستمرين في ده. يعني حتى بنحاول نوضح للممولين، يمكن في لبسه عند الممولين، المحل الصغير اللي هو بيعمل لمستهلك نهائي او بيتعامل مع مواطن، طب انا الفاتوره الالكترونيه؟ لا خالص، انا ما بقولكش، لان انت تعامل مع مستهلك، انت منظومه ايصال الكتروني، ومنظومه الايصال الالكتروني لسه في مراحلها التجريبيه، ولسه هنشتغل في مراحل الالزام ليها على فترات لسه زمنيه تعتبر طويله نوعا ما، عشان اقدر المجتمع الضريبي يقدر يبقى مهيئ لتنفيذ ده، وابقى شرحت له الموضوع بشكل مظبوط، جاوبت على كل استفساراته، وازلت كافه معوقاته. فاحنا بننفذ ده بالفعل، بس يمكن كانوا المجتمع الضريبي كانوا يمكن متخيلين ان جينا بقى في المرحله الاخيره بنقول كامل ممولي مصلحه الضرائب، فيمكن دي كانوا ايه، لا احنا لسه، لا احنا براحتنا، لا مصلحه الضرائب، رغم ان احنا معلنين عن استراتيجيه النشر من بدري جدا، واعلنا عنها وقلنا ان احنا عمالين نطبقها، وعمالين نوعي المجتمع الضريبي بكل الوسائل الممكنه، عاملين على البورتال بتاعنا فيديوهات للفاتوره الالكترونيه وشرحها، عاملين اللينكات للدخول على التفاصيل الكامله للفاتوره الالكترونيه، عاملين ادله باكثر الاسئله والمشاكل الشائعه اللي واجهت الممولين وكيفيه حلها، وده بنحدثه بشكل اسبوعي وبشكل دائم، ده موجود على بورتال المصلحه. يعني عاملين كافه وسائل التواصل وجاهزين لده، ان احنا برضو نعمله وللفترة القادمة نكمله ونكثفه، وجاهزين مع اي فئة من فئات المجتمع الضريبي ان احنا نجاوب على استفساراتهم. الفئات اللي يستهدفها يا استاذة رشا، الفئات اللي بيستهدفها هذا الامر، ما انا زي ما قلت لحضرتك، انا اللي بستهدفه في منظومة الفاتورة الالكترونية الشركات او بلاش لفظ الشركات، الممولين اللي بيتعاملوا مع ممولين داخل مصلحة الضرائب، ده منظومة الفاتورة الإلكترونية. نعم. منظومة الإيصال الإلكتروني اللي احنا لسه ما ألزمناش بيها كامل المجتمع الضريبي، دي بتستهدف الكيانات أو الممولين اللي بيتعاملوا مع مستهلك. فالمعيار عندي هنا في إيه؟ في نوعية التعامل اللي موجودة لدى الممول المسجل عندي في المصلحة. هل هو بيتعامل مع كيانات؟ ممكن في ممولين يا أستاذ مصطفى بيتعاملوا مع الاثنين، في ممولين بيتعامل مع كيانات تانية أو مع ممولين مسجلين في مصلحة الضرائب، وجزء من تعاملاته مع مستهلك نهائي أو مواطنين. الممول ده بنقول له أنت ملزم بأن أنت ترسل فواتيرك على منظومة الفاتورة الإلكترونية فيما يخص تعاملاتك مع ممولين آخرين في المصلحة. إنما فيما يخص تعاملاتك مع مستهلك، لا حضرتك بتقدم طلب إرجاء للمأمورية المختصة أن أنت تابع ليها، وفورا بنقبل طلب الارجاء ده، وبنرجئك لمنظومه الايصال الالكتروني طبقا لمراحل الالتزام بتاعتك. شكرا ليكي استاذه رشا عبد العال، معاون رئيس الضرائب.